لما خلصت من العملية الوزارة أجبروني أن أقدم أروح الامتحان. على قد أن أجبروني الامتحان لمدة أسبوع لما يتشافى ويتعافى. من سرير المشفى إلى مقعد الدراسة، الراي يرصد معاناة طالب كويتي اضطر لتقديم اختباره في المدرسة على سرير المرض بعد خضوعه لعملية جراحية. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة التاسعة من تلفزيون الراي. معاناة كبيرة واجهها الطالب يوسف علي الهزيم بعد أن أجبرته إدارة مدرسته على تقديم الاختبارات داخل الفصل وهو على سرير المرض، فهو كان أجرى قبل ليلة من الامتحانات عملية جراحية للزائدة الدودية ولم يكن قد تعافى من آلامها وجراحها. إدارة المدرسة خيرت يوسف بين الحضور لتقديم الاختبار أو تأجيله إلى نهاية العام الدراسي مع مواد الدور الثاني، وسط مطالبة ذويه بإعادة العمل باللائحة الداخلية في وزارة التربية التي كانت تقضي بإرسال لجنة مختصة لاختبار الطلبة على سرير الشفاء. تقرير لمحمد الحياري يروي قصة يوسف. رغم إجرائه عملية الزائدة الدودية إلا أن إدارة المدرسة أجبرته على تقديم الاختبارات، فالطالب يوسف علي الهزيم الذي أجرى عملية الزائدة الدودية ليلة الاختبار عانى 3 أيام متوالية متنقلا بين المدرسة والمستشفى خلال تقديمه لامتحانات ما انعكس على تحصيله العلمي. اللي حصل علي قبل ليلة الامتحان أن أنا في مرة أول شيء رحت أول شيء مطعم، ما أدري شنو اللي أخاف سممني يعني البطن، بعدين قمت يوم اللي وراه يوم الصبح حسيت بألم، هني من رحت المستشفى طلعت دودة زايدة. لما خلصت من العملية الوزارة أجبروني أن أقدم أروح الامتحان، أن إذا ما رحت إذا أجلت الامتحان راح يسوي لي كتابين. كنت أحس بألم وما أقدر أراجع أو أدرس يعني. كنت أكثر شيء اللي كان يتعبني كنت أدوخ، ما أقدر أركز بالامتحان، فكانوا يحاولون شوي يساعدوني. والد يوسف الذي حضر المعاناة لحظة بلحظة ووثقها بالصور والفيديو على هاتفه الشخصي وجه مناشدة إلى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي للعمل بما كان دارجا سابقا، حيث تزور لجنة من الوزارة الطالب في المستشفى لاختباره. المعاناة الحقيقية أن لازم أطلع بإسعاف زين، هم كذلك الأسعاف كثر الله خيرهم، الأخوان كلهم تعاونوا بشكل كبير جدا. صعدت السرير الأسعاف إلى الجناح، خليته طبعا من سرير إلى الجناح، إن الألم كان كبير جدا لدرجة إن إذا حشت السرير حوشة عادية يتألم لأن عنده أكثر من جرح. مناشدتي مثل لو يرجعون حق اللائحة القديمة إن يطلعون لجنة يمتحنون الطالب فيها بالمستشفى، أو على الأقل إن يأجلون امتحانه لمدة أسبوع لما يتشافى ويتعافى، بعدين يروح إلى المدرسة بلجنة خاصة مثلا يقدر يمتحن بشكل طبيعي. لأنه كانت معاناتها المسألة تقريبا يمكن 4 أيام أو 5 أيام اللي صارت فيها هذه الحالة الدودة الزايدة. طبعا الدودة الزايدة تي بدون أي إشعار مسبق، تي فجأة حق أي إنسان ممكن يتعرض لها. وأنا طبعا مناشدتي هذا في هذا الموضوع حق قناة الرأي حتى لا يتعرضون كل أخواني مثل ما يقولون وعيالنا المواطنين والمقيمين إذا التعسف إذا صح التعبير في تطبيق هذه اللائحة. وتعد حالة الطالب يوسف الهزيم واحدة من بين كثير من الحالات التي قد تتكرر مع أي طالب. محمد الحياري، الرأي.